سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الجواب الشافي. سأعد في هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الشيخ عبد القادر زيتوني، إمام وخطيب بالجزائر العاصمة. أهلا ومرحبا شيخنا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وبك أهلا وسهلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستضافة. الله يبارك فيكم شيخنا. موضوع حلقتنا اليوم سيكون عن الأمانة. الأمانة موضوع مهم شيق، خاصة وأننا يعني بدأنا نرى في مجتمعنا من يبادرون إلى تحمل الأمانات دون أن يحسبوا حسابا لعواقبها أحيانا التي تكون وخيمة، سواء في الدنيا أو الآخرة. لكن قبل أن نبدأ شيخنا في موضوع حلقة اليوم، ننوه للسادة المشاهدين أنهم يمكنهم التواصل معنا باستفساراتهم، اقتراحاتهم، استشاراتهم الشرعية عبر الوسائط التي تظهر أسفل الشاشة. شيخنا، نبدأ بأول سؤال، وهو ما أهمية الأمانة في الكتاب والسنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. فمما لا شك فيه بأن الأمانة هي من الخصال الكريمة، والله تبارك وتعالى أمر بأدائها ونهى عن خيانتها في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير وكثير من الأحاديث. والله جل وعلا يقول في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن حافل بالنصوص التي تأمر بالأمانة وتنهى عن الخيانة في مجمله، وإن لم تذكر الأمانة بمفهوم بلفظها لكنها ذكرت بمعانيها. فهذا القرآن هو كتاب عظيم، وهو يهدي للتي هي أقوم. بارك الله فيكم شيخنا، أعتذرك يعني على قطع كلامك، فقط لنقف وقفة عند قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة. يعني هل الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة، أو ما معنى عرض الأمانة على الجبال والسماوات؟ نعم، الأمانة لمفهوم أو بمفهومها الواسع، نعم، عرضها الله جل وعلا على الجمادات، نعم، فأبين أو أبت هذه الجمادات أن تحملها لعظم ما فيها، سبحان الله، ولما يكون فيها من مسؤولية ولما فيها من خطورة. لكن هذا الإنسان الذي وصفه الله تعالى بالظلوم والجهول، الظلوم والجهول تحمل حملها أو تحمل ما يكون فيها من عواقب. فالله جل وعلا قال: إنه كان ظلوما جهولا، ثم قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. دل على أن الكثير والكثير من الناس لا يعرفون أهمية الأمانة ولا يعرفون قيمتها، فتراهم يتسرعون ويتسارعون في طلب هذه الأمانة وفي طلب هذه المسؤولية وغيرها. لكن على المؤمن أن يستشعر وقوفه بين يدي الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا في كتاب الله تعالى. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا دين لمن لا أمانة له. لا دين لمن لا أمانة له. بمعنى شيخنا؟
أن الذي لا أمانة له تدينه مغشوش والعياذ بالله. لذلك كان من صفات المنافقين والعياذ بالله التي أخبر عنها رسول رب العالمين أربع إذا كنا فيك، أو قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق أربع في رواية ثلاث، وذكر منها وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان أي إذا أعطيت له هذه الأمانة أو أسندت له هذه أو أسندت إليه هذه الأمانة فإنه يخونها والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، أو من أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينام ثم لا يصبح أمينا ويقال إن في بني فلان فلانا أمينا، وهذا لقلة الأمانة والعياذ بالله. شيخنا المقصود برفع الأمانة بمعنى أن المجتمع يصير غير مؤتمن، يصير غير مؤتمن. تجد سبحان الله في المحلات يعني بعض الباعة أو بعض أصحاب الأموال يقول لك أنا أريد رجل أمين، يقول لك نحوس على واحد يشد لي المحل ويشد لي الصندوق لاكاس يكون أمين، يقول لك يكون كونفيونس. لماذا؟ لقلة الأمانة ولوقوع الخيانة والعياذ بالله. وهذا شيخنا من علامات الساعة، من أشراط الساعة. إذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة كما أخبر لما ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال إذا ضاعت الأمانة أو إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعته يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وذكر منها حفظ أمانة. لذلك عودا إلى قول الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ذكر الله تعالى في صفات المؤمنين الذين استورثوا أو الذين يرثون الفردوس أنهم لأماناتهم أو لأماناتهم وعهدهم راعون. فالله الله في حفظ هذه الأمانة، فأمرها ليس بالسهل والله، وعلى العبد أن يستشعر وقوفه بين يدي الله جل وعلا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فمن لم يتقدم بالطاعة أخر بالتقصير. والله جل وعلا يسأل كل واحد منا عن هذه الأمانة كما سيأتي معنا بعد قليل بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا. أنتم ما شاء الله يعني أبدعتم وأفدتم في ما جاء في فضل الأمانة من الكتاب والسنة. لسائل أن يسأل فيقول ما هو مفهوم الأمانة؟ الأمانة مفهومها ليس في ترك الودائع. يعني بعض الناس يفهم بأن الأمانة يعني تحط عنده حاجة يقول لك هذه رأي أمانة حافظ. لا، يعني شيخنا هذه ليس وإنما مفهومها العظيم. وبالمناسبة الودائع، يعني تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، يعني لأمانته أنه ترك الودائع عند علي رضي الله عنه وأرضاه ليؤدي هذه الودائع إلى أصحابها. كل هذا معنا هنا كانت قضية أكبر، كانت قضية أكبر، لكن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ودائع الناس تذهب. لم يترك. يعني بعض الناس ربما يسافر، ربما يرحل، ربما كذا، لكنه لا يأبه بهذا، وربما ينتقل من هذه الدنيا إلى دار الآخرة وأمانة الناس عنده وودائعهم. أقول يعني مفهوم الأمانة واسع جدا جدا جدا. فالأمانة تكون في هذا الدين، فهذا الدين كله أمانة. الدين أمانة، والصلاة أمانة، والغسل أمانة، والطهارة أمانة، والمسؤولية مع الأولاد أمانة، والمسؤولية في المسجد أمانة، ومسؤولية المعلم في مدرسة أمانة، ومسؤولية المدير أمانة، ومسؤولية الدعوة إلى الله أمانة. كل هذا من الأمانة. فليس مفهوم الأمانة محصورا في الودائع يا إخوان، ليس مفهومها محصورا في الودائع فقط. أنت في تربية لأبنائك، أنت ماذا تدخل على أبنائك؟ أنت في مراقبتك لأبنائك ماذا يشاهدون وماذا وماذا؟ كل ذلك أمانة. فمفهوم الأمانة واسع، والإعلام أمانة. الإعلام أمانة، وما تبثه وسائل الإعلام من خير أو شر هو أمانة. قد يعني لا يأبه بعض من ولهم الله هذا الأمر، لكن نقول لهم اتقوا الله تعالى، فأنتم مسؤولون أمام الله تعالى. ولربما أعمال لا يلقي لها البعض بالا، لكن يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة،
كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم بارك الله فيكم. فيك بارك الله. شيخنا عكس الأمانة هو الخيانة. نعم. فما هو نقول الحكم أو التحذير من الخيانة؟ الله جل وعلا يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنهى الله تعالى أشد النهي عن خيانة الأمانة، وقال الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين، فالخائن لا يحب الله تعالى، واسمه يدل على مسماه، تجد يعني هذه الأسماء تشمئز منها النفوس. فالذي يخون ما أمر الله تعالى ما أمره الله تعالى أن يؤديه فهذا غاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث الصحيحين. بالرعية، الرعية من هم تحت رعايتها؟ مثلا الأبناء يدخلون في نبدأ بالأبناء. نعم. ونبدأ بأهل البيت. نعم. ثم من كان له ولاية في مؤسسته. نعم. ثم من كانت له ولاية يعني ولاية كبرى. نعم. وغير ذلك إلى غير ذلك. نعود الأسرة فقط. نعم. مثلا قلنا الأبناء كرعية، الأب هو راعيها، كلكم راعي وكلكم الذي مثلا يعني يحصر مفهوم التربية في المأكل والمشرب والملبس. نعم. ثم لا ينهى أبناءه عن منكر فعلوه، لا يحضهم على الصلاة، لا يتابع أحوالهم يعني خاصة ناحية الأخلاق صلاتهم وغيرها، ثم يموت ويتركهم على حال انحراف. نعم. هل يدخل في هذا المعنى؟ بلا شك. الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يكون للإنسان عمر ثان في الخير، وقد يكون له عذاب مضاعف لأجل الشر. الله تعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قد يكون هذا الأب ربما يعني ترك أبناء أو ذرية يعني قصر في تربيتهم، هي الهداية بيد الله، لكن إذا حصل التقصير فإنه يكون معذبا والعياذ بالله، لأنه لم يقيه من نار جهنم. نحن ربما في هذه الدنيا إذا أصاب الواحد منا ابنه مكروه يعني يفزع إلى المستشفيات، أما إذا رأى ابنه ينحرف، وهذا يدخل أيضا في أمانة التعليم والمسؤولية في التعليم. إذا رأى الأستاذ أو رأى المربي من طلبته ما يكون يعني قادحا لحيائهم، وما يكون يعني مخالفا لدين الإسلام ومخالفا لما عليه آباؤنا وأجدادنا من الخير والحياء، فإن الأستاذ والمربي والناصح ينصح، والدين هذا مبني على النصيحة. يعني أستاذنا شيخنا أستاذ العلوم الإسلامية من حقه أن ينصح بالحجاب، من حقه ومن حقنا جميعا أن ننصح وأن نوجه، لأن الأستاذ سواء أستاذ العلوم الإسلامية أو غيره فكلهم ينصحون وكلهم يربون وكلهم يوجهون. بالمناسبة أذكر يعني وأنا صغير يعني سبحان الله يعني، وهذا من باب معرفة أهل الفضل ومعرفة أهل الخير ما كان عليه، كانت لنا أستاذة جزاها الله خيرا، أستاذة اللغة الإنجليزية لعلها تسمعنا وندعو لها بالخير، أستاذة معرف جزاها الله خيرا يعني في العاشور. فكانت هذه الأستاذة رأت مني يعني ربما استقامة التزاما ولبعض الكتب أو شيء، فرأت كانت تشجعني على إلقاء الدرس، وهي في أستاذة الإنجليزية سبحان الله، تقول لي أطلع أقرأنا على اليوم الآخر أو قرأنا، كانت عندي رسالة أهوال اليوم القيامة وكنت أقرأ للطلبة وأنا في المتوسطة، فشجعتني على يعني نحت لي الخوف هذاك يعني لما نواجه الناس أو شيء من ذلك جزاه الله خيرا. فبعض الأساتذة جزاهم الله خيرا لهم الباع الطويل في شخصيته الطالب، خاصة أساتذة العلوم الإسلامية، فهؤلاء تجد يعني لغربة الدين ولغربة ما يوجد في المجتمع تجد الطالب لهم احتكاك كثير بهم ولهم تعلق بهم، فترهم يسألونهم ويبثون لهم همومهم وأحزانهم،
فجزى الله خيرا من نصح ومن وجه. وهذا الأستاذ أو غيره كلهم ينصحون وكلهم يوجهون وكلهم ينكرون هذا اللباس الذي ما أنزل الله بمسلطان، وأصبحت شوارعنا كأنها يعني عروض أزياء الله المستعان. فعلى الجميع أن يكونوا يدا واحدة وأن يتعاونوا. نحن نقول يعني نتكلم على سبيل العموم، نتكلم على سبيل العموم، ربما الأستاذ كان صغيرا في السن أو ربما تنقصه ربما بعض الحكمة، أقول ربما، لكن لا، نحن نحسن الظن بإخواننا، لكن نقول إذا بدر أو بدرت نصيحة فينبغي أن تشجع، لأن الذي ينصح هو يريد الخير لا يريد غير الخير، فالنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح. ومن علامة محبة الخير أنك تنصح وتوجهه. لماذا؟ لأنك تقيه من نار جهنم. والدين النصيحة، أي أغلب ما في الدين النصيحة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا كنت قد بينت لنا جزاكم الله خيرا أن المفهوم الأمانة واسع، لكن هذا لكن الأمانات يعني لو رتبناها فهي تتفاوت. نعم تتفاوت. ولعل أعظم أمانة هي أمانة تحمل الوحي. نعم. والتي يتحملها الأنبياء ثم بعدهم العلماء. نعم. حول أمانة الوحي لو تحدثنا شيخنا. نعم. لكن بعد هذا الفاصل. نعم بارك الله فيك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم. السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم مرة أخرى. شيخنا مرحبا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وإياك ربي يبارك فيكم. قبل أن نذهب إلى السؤال الذي اقترحته عليك قبل الفاصل، أنوه للسادة المشاهدين أنه يمكنكم التواصل معنا بإرسال أسئلتكم، اقتراحاتكم، استشاراتكم الشرعية عبر الوسائط التي تظهر أسفل الشاشة. شيخنا كلمنا عن أمانة الوحي. الحمد لله، الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أمناء أقول. فما من رسول إلا يقول لقومه إني لكم رسول أمين. والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقب بالأمين، هذا قبل الوحي، فمن باب أولى بعد الوحي. وجبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي، نزل به الروح الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر في قصة الإسراء والمعراج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فخير رسول ملكي مع خير رسول بشري، يعني كان بينهما نزول الوحي، والله جل وعلا جعل هذا الوحي مما تحيا به القلوب. أمانة الوحي عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن هو وحي والسنة وحي. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وممن نقلوا لنا الوحي ونقلوا لنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة أمناء وهم من أهل الجنة قطعا، لذلك كان الطعن في الصحابة وطعن في الوحي، في الوحي وفي الوحي وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الطعن في بعض الكتب التي أجمعت الأمة على قبولها كالبخاري ومسلم هو طعن في مسلمات الأمة وفي مقوماتها. لذلك هؤلاء الحداثيون وهؤلاء المجرمون أقول، الذين يطعنون في البخاري، يطعنون في صحيح البخاري، يطعنون في صحيح مسلم، هؤلاء هم الذين يطعن فيهم، لأنهم يريدون أن يطعنوا فيما ائتمن الله تعالى جل وعلا هذه الأمة، أو ما كان لهذه الأمة من مقدساتها ومن مقوماتها. فأمانة الوحي عظيمة، وعلى المؤمن أن يعتز بهذا الوحي الذي هو أمانة، والله تعالى حافظ هذا الوحي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلماء الأمة الذين نقلوا لنا هذا الوحي جيلا بعد جيل حافظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وميزوا فيها أو ميزوها بين الصحيح والضعيف. فترى الناس اليوم الحمد لله بفطرهم إذا ذكرت حديث يقول لك هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، والناس أصبحت تعرف وتفهم وتفقه. فتجد يعني لا وجود للكثير من الأحاديث الضعيفة التي كانت قبل زمان وانتشرت، فالحمد لله الناس أصبحت تعرف وأصبحوا يعرفون أمانة الوحي، ويعرفون بأن
لا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقول يعني ما لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث علي بحديث يرى يعني يشك أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالحمد لله الذي أكرمنا بأمانة الوحي، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا أمناء على هذا الدين وأن ينفع بنا إخواننا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هناك نقطة أنا شخصيا كنت متحفظا على ذكرها، لكن لأنها عمت يعني نذكرها لربما تكون فيها توجيهات من فضيلتكم، وهي ما يتعلق بالانتخابات. نعم. قبل أيام أنا كنت في إحدى البلديات بلدية الوطن. نعم. يعني شيخنا مكاتب انتخابات يعني أكثر من المحلات التجارية. نعم. بمعنى صار عند بعض الناس شغل نوع من الجرأة على تحمل الأمانات. نعم. بل صاروا يرون أحيانا في تحمل الأمانات مغنما وليس مغرما. نعم. فهل من كلمة توجهونها لبعض إخواننا الذين يسارعون أحيانا بالترشح وكذا والدعوات انتخابات الأمور؟ نعم. هذه فضل الشيخ. نقول لهم اتقوا الله تعالى في أموركم واعلموا أنكم ملاقوا الله. نعم. واعلموا بأن الله تعالى يسألكم عن كل صغيرة وكبيرة. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوسف عليه الصلاة والسلام قال إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني هذا يوسف عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه فلا يقاس يوسف عليه الصلاة والسلام بهؤلاء. لكن نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن بين اثنين. وقال صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين اثنين فكأنما ذبح بغير السكين. بارك الله شيخنا. نقطة فقط هنا، أبو ذر صحابي جليل، صحابي من أجلاء الصحابة، وكان من أدهى الصحابة، من أفضل الصحابة وأورعيهم كذلك، وكان ورعا بارك الله. نعم. لكن نقول يعني نحن إذا قلنا في هذا الباب، هذا الباب يعني باب طويل وواسع، نقول لهؤلاء الذين يعني أقحموا أنفسهم أو رأوا من أنفسهم أن يتقوا الله تعالى في أمورهم. نعم. وأن يعلموا بأن كلمتهم أمانة. نعم. وأن وعودهم أمانة. بارك الله. وأن الله تعالى لا يحب الخائنين. نعم. على هؤلاء ربما بعضهم لم يظهر منذ 5 سنوات. نعم. ثم لما قبلت هذه 5 سنوات ظهروا مرة ثانية. نقول لهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعاهد الله تعالى على ما وعد الناس عليه. كم نرى من أناس ربما أقول حتى هؤلاء الذين يمشون عملوا يعني تترك لهم هذه الفيديوهات وهذه المواعيد لأجل أن يقابلون بها مرة أخرى، يقولون أنت تكلمت أنت كنت توعد أنت كنت كذا هو الكلام تعب. أذكر سبحان الله ما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فلما بويع بالخلافة يعني أراد أن يصعد المنبر فتعثر، الله أكبر، ثم بعد ذلك صعد المنبر وخطب خطبته المشهورة وذكر بأنه بويع وأتى هذا الأمر على غير رغبة منه، فبكى وبكى الناس وقالوا بايعناك بايعناك يا أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك لينظر هؤلاء في سيرة عمر بن عبد العزيز وفي سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أتكلم عن عمر؟ لأن خطبة الجمعة الماضية كانت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. كيف كانت حياة عمر بن عبد العزيز وجعل أو جمع 7 من النصحاء والعلماء وأهل الحل والعقل لينصحوه؟ جعل 7 من 7 منهم من هؤلاء العلماء، فكانوا في كل ليلة ينصحون، الله أكبر، ويقول لهم لا تذكروا أحدا أمامي ولا تغتابوا أحدا ولا تتكلموا في أمور الدنيا، فيذكرونه بالموت ويبكون ويبكي ثم يرجع إلى بيته. حتى كانت فاطمة زوجه تقول يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، وهذا لما رأت من ورعه. على هؤلاء أن يتأملوا في هذا. لما بويع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، قالت جارية من القوم الآن لا يحلب لنا منائح قومنا، يعني يحلب لهم الغنم تاعهم. قال بلى
لأحلبنها لهم وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه، أي لا يغيرني أمر الخلافة. بعض الناس ربما ترى التواضع والانبساط والضحك وربما ينفق الأموال الكثيرة أيام الحملة في سبيل الحملة، نقول إن شاء الله في سبيل الله، لكن بعد ذلك تراه يحتجب عن الناس وتراه ربما لا يأبه بالناس وربما يغير رقم هاتفه وربما والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله أمر المسلمين أو من احتجب عن الناس دون خلتهم وحاجتهم احتجب الله عنه يوم القيامة، احتجب الله عنه يوم القيامة. فأنا احتجب الله عنه يوم القيامة، يعني قال بعض العلماء حجب الله عنه ورحمته، وهذا قول لبعض أهل العلم. والعلم عند الله، يعني مرت بالمسألة قبل سنة ربما إن كان من خطأ فيعني أعتذر عنه يعني في فهم هذا الحديث. أقول يعني هؤلاء الذين ظهروا ويظهرون ويجوبون الشوارع، يجوبون الشوارع وتراهم مع الناس ويتوضعون وينبسطون للناس إذا دخل المقهى، يعني كل الناس في قلب المقهى تأكمر خالصة إذا دخل المطعم، ثم بعد ذلك بعد أيام كأنهم لم يكونوا والله المستعان، فترى تسخط الناس. فنقول لهم أصوات الناس أمانة، بارك الله، وأنتم مستأمنون، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقوه، حاسبوا أنفسكم، تواضعوا لربكم، احذروا من الكبر والتكبر، فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على صورة الذر في أمثال الرجال تعلوهم نار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لهم اتقوا الله تعالى في المستضعفين، هذه الوعود والله هي مسؤولية. بعضهم يعد الناس بوعود يعني لا مثيل لها، خيالية، ثم بعد ذلك إذا ولاه الله أمر المسلمين فإنه تراه يرفع صوته على كبار السن ويحتجب، وربما يوم الاستقبال تراه يغيب، وربما غير ذلك. فيعني من باب النصيحة ومن باب التذكير لإخواننا نقول لهم عاهدوا أنفسكم أن تقوموا بالأمانة، وإلا فاحذروا من الخيانة، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، ومن خدع الناس بالله خدعه الله تعالى، يخادعون الله والذين آمنوا. يعني بعض الناس يخدعهم بالله وتراه يتكلم بالآية والحديث ويتكلم، ثم بعد ذلك إذا أقبل وإذا أمسك بزمام الأمور فتراه يتغير. وكان يعني الكثير من الناس أو من أسلاف هذه الأمة لا تغيره الخلافة، كما كان عمر بن الخطاب كما كان أبو بكر وكان عثمان وكان علي وغيرهم يعني ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإمام عادل. فليست الإمامة فقط في المسؤولية الكبرى، وإنما حتى في هذه المسؤوليات. يعني أنا يعني أتكلم ربما بشدة، لأن الأمر يبدأ من هؤلاء، يعني من أصحاب البلديات وغيرهم. هؤلاء يعني هم يعيشون مع الناس، وهم من صلب الناس، ثم بعد ذلك تراهم أو ترى البعض منهم يدخل السجن لأجل رشوة، بعضهم يدخل يعني تراه في بعض المشاريع الوهمية، بعضهم يستحوذ أو يستولي على الأوقاف، بعضهم يعني يزور الوثائق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير منار الأرض. يعني نحن تكلمنا من جانب السلبية، لكن نقول الحمد لله الخير باق. وأعرف بعض الأفاضل يعني كان يقوم، يعني كانت له جمعية خيرية ثم رفعه الله تعالى وبقي الناس يحبهم ويحبونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله من ولي من أمر أمتي شيئا فرحمهم أو فرفق بهم فارفق به. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فنحن نقول اللهم من ولي من أمر الناس شيئا فرفق بهم فارفق به ووفقه لكل خير، ونقول لهم ارحموا إخوانكم يسر الله لكم الخير. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نفهم من كلامك أن كما أن خيانة الأمانة يعني جرم عظيم وإثمه كبير، كذلك حفظها له من الأجر العظيم كذلك. نعم. أربع إذا كنا فيك ما فاتك أو لا عليك ما فاتك من الدنيا، وذكر منها أربع
إذا كنا فيك نعم. فلا عليك ما فاتك من الدنيا يعني ما فاتك من الدنيا نعم. من... آه. نعم. ومنها حفظ الأمانة. حفظ الأمانة فحفظ الأمانة وحفظ الود نعم. والود من حفظ ود والكريم من حفظ ود لحظة نعم. وتعليم لفظة نعم. هؤلاء يعني ينبغي عليهم أن يحفظوا ود إخوانهم نعم. الذين أحسنوا الظن فيهم ووقفوا معهم نعم. لا لأجل مصالح الدنيا وإنما لخدمة الفقراء وخدمة نعم. المساكين ولخدمة الطرقات. تأسف وأنت تمشي في الطرقات وتجد الحفر وتجد وتجد ثم بعد ذلك كأن الأمر لا يعني هؤلاء. ويؤثر والله أعلم يعني من صحة الأثر عن عمر بن الخطاب قال إني أخاف أن تعثر لو عثرت بغلة بأرض العراق لسألني الله عنها نعم. وكان يقول قبل موته لو عشت إلى قابل لا أدع أرامل العراق يحتجن إلى أحد. فنقول لهم نعلم بأن الأمور صعبة وليس لكن اتقوا الله ما استطعتم ومن بيت الخير ونوى الخير فإن الله تعالى يوفقه يوفقه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ونعرف الكثير من إخواني أو نعرف بعض إخواننا ممن نحسبهم الله حسيبهم على الخير وبعضهم يحفظ كتاب الله. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم وألا تغيرهم هذه المسؤولية وألا تغيرهم هذه المسؤولية بل يبقوا كما كانوا ثبتهم الله على ما هم عليه. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله شيخنا. شيخنا كنت تكلمتم على بعض مجالات الأمانة وصورها إذا في مجالات أخرى تحاولوا تطرقوا لهم فضل شيخنا. المجالات كثيرة نعم. أمانة البائع وأمانة يعني خاصة أمانة التجار نعم. وما يتعلق بالغش ويتعلق بالخيانة. تلك المرأة التي سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم. وأرضاه وكانت تبيع اللبن فأرادت أن تخلط اللبن, أن تخلط اللبن مع الماء فقالت لها تلك البنت قالت إن يعني خافت من عمر. الأم قالت يعني القصة أن البنت نهتها عن ذلك, نهتها عن ذلك فقالت إن رب عمر يرانها. سبحان الله. فعلى العبد أن يستشعر رقبة الله جل وعلا وأن الله تعالى يراه. لما فتح المسلمون القادسية وفتحها وكان على رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ورأوا ما فيها من الخيرات يعني من كنوز كسرى واستولى المسلمون عليها فدمعت عين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وذكر قول الله جل وعلا في سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فجمع الصحابة والجيش فاستشارهم على هذه الكنوز فقالوا نرى أن تؤديها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأن عمر هو الذي كان خليفة على المسلمين. فرضي وردوا تلك الكنوز إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أن الصحابة كانوا في أشد الحاجة إليها وكان ثيابهم ممزقة وكان بعضهم ربما يمشي حافيا. إذا علم هذا فلننظر في أمانة هؤلاء ونقتدي بهؤلاء ونعلم بأن المسؤولية وأن الأمانة مفهومها واسع. هذا الموظف في عمله, هذا الموظف الذي ربما يعني يدخل أو يبدأ يعني وقت دوامه على الثامنة ويأتي على التاسعة أو على العاشرة يعني هذا المال الذي أكله السحت, هذا الذي يخرج قبل الوقت هذا ماله فيه السحت, هذا الذي يدخل متأخرا أو يخرج متأخرا. كم هو يعني مؤسف أن تدخل إلى المستشفيات فيقول لك إن أو بعض المستشفيات يقول لك اليوم ما جاش طبيب وطبيبة ما جاش اليوم. يعني أين هؤلاء, أين تقوى الله تعالى, أين أمانتهم وهم قد يعني أبرموا عقودا بعدم غيابهم. أين أمانة بعض الناس الذين ربما يعني يخيلوا أو يضعون بعض الوثائق أو يزورون بعض الوثائق بأنهم مرضى وهم ليسوا بمرضى إلى غير ذلك. فالأمانة عظيمة والأمانة يعني مفهومها واسع وواسع جدا. فعلى الجميع أن يستشعر الأمانة وأن يستشعر وقوفه بين يدي الله جل في علاه. والله تعالى سائل كل راع عما استرعاه, أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم شيخنا, رب يجزيكم كل خير شيخنا.
شيخنا لعل الوقت سنا قارب على الانتهاء. نعم. فلذلك وردتنا بعض الأسئلة ربما نجيب نعم. عليها سريعا شيخنا. أهلا الإجابة لكن. الله يبارك ربي فاقدكم شيخنا ويبارك فيكم. نعم. شيخنا هذه سائلة تقول أن رجل أختها تقول دائما يخرج زكاة الفطر في رمضان. فكان في مرة من المرات لم يخرجها لأسباب معينة. نعم. فتقول زوجته هل زوجته هذه يعني كأن لها دين على غير على على شخص آخر فتقول إذا سامحت المدين نعم وكأنها نوت تلك المسامحة على أن ذلك المال الذي كان دينا يعني كأنه يصير زكاة فطر نعم. فهل يصبح كذلك أم لا؟ أولا ينبغي على الناس أن يتقوا الله تعالى نعم. في زكاة الفطر وأن يعلموا بأن زكاة الفطر هي طهرة للصائم نعم. سميت زكاة الفطر لأنه يدفعها قبل أن يفطر يعني يدفعها مع الفطر مع إفطاره يعني لما ينتهي رمضان فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة الفطر ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقاتها من صدقاته فعليه أن يتقي الله تعالى وأن يكثر من التوبة ولربما تؤدى كأنها قضاء تؤدى كأن قضاء فعليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من الاستغفار وأن يعاهد ربه ألا يعود على إلى هذا الفعل نعم. كثير من الناس يشغالون والله يشغالون نعم. عن دفع زكاة الفطر قبل وقتها نعم. هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي تجب عليه زكاة الفطر هو الزوج ليست الزوجة نعم. هو الزوج ليست الزوجة فهذه الزوجة لا أحد يكلفها بأن تدفع زكاة الفطر غير ملزمة تماما اللي هي ليست ملزمة وإنما الزوج هو الملزم نعم. بأداء هذه الزكاة نعم. الأمر الثالث نعم. يعني فيما تفعله يعني لا يصح لا يصح نعم. أن يعني لابد ما من عمل إلا وتسبقه نية نية فالنية لا تتأخر نعم. يعني هذا الأمر الأول حتى وإن نوت فإن هذا الأمر لا يكون يعني ما يكون من دين بينها وبين أختها هذا يكون يبقى دينا عليها قد يكون هذا الدين ميؤوسا منه فيتحايل بعض الناس يكون هذا الدين ميؤوس منه فيتحايل بعض الناس يقول لك أنا ما نديمش هيا روح رمز زكاة فطر لا هذا الفعل لا يصح والعلم عند الله تعالى فنقول للزوج أن يكثر من التوبة والاستغفار وأن يكثر من الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار نعم ما شاء الله بارك الله فيكم شيخنا شيخنا هذه أم عندها ذهب في كل مرة تقول أنها ستعطيه لأحد أولادها الذكور بلا علم البنات فهل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟ نعم يقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم نعم. فلما طلب منه ذلك الصحابي النعمان فيما أذكر رضي الله عنه نعم. نعم. أن يقسم أو أن يقسم أو أن يعطي بعض أبنائه دون بعض قال أنا لا أشهد على جور يعني لا أشهد على الظلم وهذا جور في القسمة فلا بد للوالد أقول للوالد إذا قسم أو إذا أعطى أو إذا وهب أن يعدل بين أولاده وإلا فهذا ظلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلا إذا كان هذا أحد الأولاد مثلا مريضا أو كان طالب علم وكان عن رضا أبنائه فهذا لا حرج فيه أما أن يعطى الولد الذكر وتحرم البنت وهذه مسألة أخرى هي حرمان البنت من الهبة أو من الميراث هذا أمر محرم كذلك نعم. يعني بعض الناس ما زالت عندهم هذه العقلية وهذه العادة يعني البنت يحرمها من الميراث لا يجوز فالبنت لها بعض الناس يقول لك لا مسكنوش البراني معنا لا هاي زوجة الابن تاعك راهي برانية كين نتعاملوا بعقولنا فيعني حرمان البنت من الميراث أو حرمان بعض الأولاد دون البعض هذا لا يجوز فاتقوا الله وعدلوا بينكم ففعل هذه المرأة ينبغي عليها أن تصححه وأن تعدل بين أولادها أبنائها وبناتها وحتى ولو كانت ماتت فإنها مما يرجى نجاتها في قبرها حتى مثلا واحد يمدولو ويمدوش الخاوته يعني كي يموت باباه يعود يرجع يقسم هذه القسمة بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين أو شيء كما جاء الشرع نعم كما أمر الله تعالى بها أما أن يعطى الولد دون البنت فهذا لا يجوز قريبا من هذا السؤال كذلك أم عندها قطعة أرض
هذه القطع انتقلت الأرض يسكنها أحد أبنائها الابن الأكبر، أما الإخوة الآخرين فلا يجدون أين يسكنون. هل يجوز كذلك أم لا يجوز؟ نفس المسألة السابقة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تجوز المحبة أو التفضيل فهذا ظلم. وهذا حتى يوقع العداوة والبغضاء بين الأبناء لأجل حطام الدنيا وتقطع الأرحام لهذه الأسباب. شيخنا، في حالة ما كان هو محتاجا مثلا وكان الأبناء الآخرين مثلا أغنياء مثلا، يعني عندهم بيوتهم كذا، ففي هذه الحالة يعني ماذا تفعل؟ رضا، لابد أن يرضى، تطلب رضا الأبناء، تطلب رضا الأبناء وهم عليهم يعني أن يتنازلوا أو أن يعفوا، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فإن أبوا؟ فإن أبوا فمن حقهم، إن أبوا فمن حقهم، أما أن يعطى أحد الأبناء يعني ويحرم الآخرين فهذا من الظلم، وهذا من حرمان الوصية أو حرمان الهبة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، بهذا تكون انتهت حلقة اليوم، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا، انتهت حلقة اليوم، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الموعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يردلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ضامئ للخير، أوصوني أيا أهل الهدى والذكر، أفتوني.